اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رحمن يا رحيم. اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم أرنا وجهك الكريم، اللهم أرنا وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك مبعدين، يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.